الصوم عبادة جليلة رتب الله عليها أجرا كبيرا، وجعل لها من الأحكام ما ينبغي أن نهتم به وأن نعلمه. إن أجر الصيام جاز قانون التقدير والحساب، فأجره عظيم وفضله كبير، يكفي فيه لو لم يأتي فيه إلا قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن ربه في الحديث الإلهي: الصيام لي وأنا أجزي به، لكان كافيا. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.